في واحد اسمه غورة استاذ. ماله؟ يقول عايز يقابل حضرتك. قلت لي مين؟ بيقول اسمه غوري. وسايب واقف بره، خليه يدخل فورا. خدت الاذن يا اسطى؟ اهلا اهلا يا مغاور، اتفضل اقعد. شوف الاستاذ يشرب ايه يا شفيق. كلك كنز يا شفشف. طمن. اهلا اهلا يا مغاور، نور. الله ينور عليك. ها طمني عن اخبارك. سمعنا ان الحاج صالح كان بيتعشى عندكم في بحري. جا وتعشى وانبسط وكله، بس مش ده الموضوع اللي انا جاي لك فيه. واحنا في بينا مواضيع تانية؟ انت مش المحامي بتاعي؟ ها؟ طبعا. اني تحت امرك. الحاج صالح ابويا هو اللي قال لي كده، وبعدين انت مش وقفت معايا في النيابه وطلعتني من القضيه بتاعت المليونير بتاع المنتزه؟ ايوه طبعا، اني ما قلتش غير كده. اصل يعني شكلك كده يعني متفاجئ، متردد. لا 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 يا مغاوري اطلاقا. اني تحت امرك. عايزين نطلعوا العفاريت النهارده من الحبس ومن غير ضمان. الموقف واضح ومش محتاج مني اي تفسير يا سعاده الوكيل. الثلاثه دول منعوا المخبر عطيه والشخص اللي حرضه من تكمله جريمتهم، وتحولها من اختطاف انثى الى اغتصاب ومواقعه انثى بدون رضاها. ولما انقذوا البنت المسكينه جن جنون المجرم وحاول يستغلهم بعد كده في توزيع المخدرات، وده طبعا علشان يبلغ عنهم ويتمسكوا متلبسين. لكن هم طلعوا اذكى منه وطلعوا بيها على الشرطه، وده تصرف بيعمله اي مواطن صالح. مش معقول يا فندم نحاسبهم ونعاقبهم على تصرفهم السليم ده. في موضوعين في كلامك يا استاذ. موضوع اختطاف البنت وده مفيش بلاغ بيه ولا تحريات ولا محضر. والموضوع الثاني اللي بنحقق فيه دلوقتي، حيازه مخدرات بغرض الاتجار. موضوعين مرتبطين ببعض يا فندم. ايه رايك في تهمه الاختطاف دي يا عطيه؟ مظلوم يا سعاده البيت. انت تعرف البنت اللي بيتهموك بخطفها؟ انا عايز المحامي بتاعي يحضر معايا التحقيق. بالنسبه للولاد دول يا استاذ مختار، احنا نعتبر اسراعهم بتسليم المضبوطات والاعتراف بمصدرها حسن نيه، ونفرج عنهم بضمان الاقامه مع اخذ اقوالهم في قضيه الخطف. يحيى العبد يحيى العبد. النقل ويظبطوا المرور لحد ما الترشيفه تخلص. كابتن سيد. تمام سعادتك. ابتدي العرض. تمام يا فندم. ايها المواطنون. الله احنا اليوم بنمر بفترة تاريخية صعبة، فيا أبناء السيارة الكرام نحذركم من خفاشيش الظلام. خفافيش يهبل. هؤلاء الذين ولاد الذين اللي بيستغلوا الظروف الصعبة لينهبوا الضعفاء والمساكين، هؤلاء يدفعون الشباب لسكك الانحراف والفساد. حكيم الزمان. ايه رايك يا ناوي يا ابني يا مغور يا ابني؟ نقول عليه. طب واحنا نفتش سره ليه؟ سره ليه؟ بس احنا مش هنقول عليه.
هشيم حريم هشيم حريم وعمري دلو ما يستقيم ما هو سوفت ويرو مش سليم ده شاسيه صافيح مضروب لك بس احنا مش هنقول عليه بس احنا رازيل خيسع خير عسائيل رازيل خيسع خير عسائيل ورب سكع لك عبدين ورب سكع لك عبدين جهد النجس ولسان طويل وعلى عالدنيا وعويل وعلى عالدنيا وعويل مع ان خاله جدع نزيل وبرضو مش هنقول عالي وبرضو مش هنقول عالي وبرضو مش هنقول افتروا تلقيحكام الله ده حد وهجه له اتهام انتوا اللي خشفيش الزلم تشكر يا ذوق ما هو ده العلم وسلام يا بلسان اجلسي وبرضه مش هنقول عالي وبرضه مش هنقول عالي غريب ده مش حمل الملام اللو ماليا مش تمام بتطعم ولاد الحرم وتحرم الأصل الكرام وده مستكول ورقم نسيم وبرضو مش هنقول عالي وبرضو مش هنقول عالي وبرضو مش هنقول عالي لغاية دلوقتي مش قادر افهم ايه اللي مضايقك يا مختار ازاي يا استاذي عفوا يعني انا مش محامي صغير تحت التمرين علشان حضرتك تخليني المحامي الخصوصي لشؤون الاستاذ مغاوري مين قال ان انا عينتك محامي خصوصي لاي حد المحامي يا استاذ ملك لاي قضيه هو ماسكها واني مسكت قضيه مغاوري الاولانيه وخلصتها لكن دلوقتي بقى ينط لي في اي مشكله تحصل في شريعهم طبعا خلاص اعتبرك المحامي الخصوصي بتاعه بيلجالك في اي مشكله والاتعاب بتتحسب والحاج صالح بيدفع بسخاء مش كده ايوه بس البرستيج المعنوي برضه يا استاذي والقضايا الصغيره اللي زي دي دايما مفيش قضيه صغيره وقضيه كبيره في محامي صغير ومحامي كبير والمقياس ما عمره ما كان السن انما المقياس هو فهم المحامي لدائره المصالح اللي بيدور فيها اي انسان ومدى احتياجه للمعاونه القانونيه وبعدين إذا كان مغاوري بيزعجك كل شوية بطلباته خلاص نطلب من الحاج إنه يشوف له مكتب تاني يدير شغله في اسكندرية لا 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 يا أستاذي ما وصلتش اعتبرني ما قلتش حاجة النهاردة الصبح كانت مصممة تعرف سعادتك فين وأول ما لقيتني أنكرت شتمتني وكنسلت المكالمة بعد شوية كلمني طلعت بيه وهددني قال إن هيبلغ البوليس واتهمني إني خطفت سعادتك نفس الشيء عملوه مع مؤنس بس طبعا ما قدروش يشتموا او يهددوا بس نفس القلق نفس العصبيه انا اضطريت اقفل الموبايل بتاعي لما كنت بحب اكلم بيتنا كنت بتكلم من اي كابينه في الشارع لا لا وبعدين بقى يا عصام ده كده يشككهم اكتر يا ابني افتح انت تليفونك تاني وانا هتصرف مع السلامه انت يا مختار الله يسلمك يا فندم اي اوامر يا حاج صالح خلاص ماشي يا استاذ مختار ده بعد اذنك يا حاج واذن سعاده المستشار بالسلامه يا ابني وبشكرك تاني على اللي بتعمله مع مغاوري تشكرني على ايه يا حاج ده واجبي اي اوامر سعادتك هفوت عليكم بالليل في المكتب مع السلامه مكتب هينور يا استاذ مختار بعد اذنك تاخدني في سكتك هزور ولد خالتي بس ومال بالسلامه انا اذنك يا حاج بالسلامه انتوا الاثنين مع السلامه الله يسلمك طيب أنا في التراس لغاية ما تخلص تليفونك اقعد يا مؤنس اقعد يا راجل أنا عايزك تسمع فيلا الحمول يا فندم أهلا وسهلا لا مؤاخذة سعادة الباشا إزاي صحت سعادتك يا فندم موجودة يا فندم
لحظة من فضلك. مين على التليفون يا شعراء؟ الباشا الكبير يا فندم. صالح. صالح. أخيرا. إيه اللي بتعمله فينا ده بس؟ قلت لك بخلص شغل هنا قبل ما أسافر يا اسمك. يعني مفيش داعي للقلق. عصام ما بيبلغش اخبار لاي حد الا بامر مني. يا ستي انا عارف ان انت مش اي حد وشكلك، بس ايه اللي هيسأله قدام الموظف؟ وبعدين عصام ده ما هو متعود على طبعنا ومشاكلنا من زمان يا اسمت. طب بس اهدي واسمعيني، اسمعيني من فضلك، انا ما فياش حل المناه ده يا اسمت. هاتي الاولاد كلهم وشهيرة وتعالوا هنتقابل في فيلا كينج ماريوت. لما تيجي يا اسم، لما تيجي يا اسمت. مع السلامة. ايه بقى الدعوة المفاجأة دي؟ انت غيرت الخطة ولا ايه؟ لا 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 ولا حرف. امال ايه؟ اضافة خفيفة يا متر، تمهيد وتحويل نظر في الوقت نفسه. البسيني يا فندم. طيب خلي ابو العاطي يركن العربيه دي ويطلع لي الفور باي فور الجديده. ولو مد بيه طلبها قول له ان انا اللي اخدتها. حاضر يا فندم. لحظه يا طلب. ايه في ايه يا شهيره؟ مش هبطلت طريقتك دي، انا اتخضيت. ما انت اللي مندفع وناطح لقدام على طول. بص حواليك. اعمل لكم ايه؟ ما انتم سايبين لي شغلي وجايبيني على ملا وشي ومش عارف ليه. ما تتكلمش في سيره الجامعه، اسمها هانم هي اللي طلباك. اه طبعا، ما انا مربطون بتاعها. يا ترى بقى انا نوس عينها سي مجدي بعتت له ولا لا؟ لا ده انا وانت وهي بس، علشان كده عايزه اتكلم معاك لوحدنا قبل ما نقعد معاها. ايه ده؟ ايه جو الاسرار والسسبنس اللي انتوا عايشين فيه ده؟ مامتك ليها وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر مختلفه تماما. بخصوص ايه بقى؟ بابا طبعا. هو رجع من اسكندريه؟ لا يا سيدي ما رجعش، عايزنا احنا اللي نروح له. مامتك قلقت والفار ابتدى يلعب في عبها، والقلق ده هيتنقل لك انت طبعا، وانا عارفاك بتروح بسرعه وبتيجي بسرعه. يا شهيره افهميني، انا مش كده. لا انت كده وده طبعا مش هنتكلم فيه دلوقتي. المهم ان انا مش عايزاك تستجيب لاي محاوله تسخنك ضد بابا. عايزك تفكر بهدوء تام، تشغل عقلك وتخليه هو الحكم. في حاجه غامضه انا مش فاهماها. ابوكم راح اسكندريه بحجه ارض سبب عشاء. المساله دي كلها ما تاخدش يا جماعه اكتر من يومين ثلاثه، وأديله دلوقتي أكتر من 10 أيام لا حس ولا خبر، إلا يدوب تليفون النهاردة، وده طبعا بعد ما سويت عصام تليفونات. يبقى ده مش موقف غريب ولا لا؟ طب تليفونه ما طمنكيش؟ أنا ما كنتش قلقان عليه خالص. أنا ابتديت دلوقتي أقلق على المسألة كلها، خصوصا بعد ما وصيت توحى ابن طنط صافي يسأل على الحكاية. طبعا يا دوب رد عليا من يومين بس. رد قال ايه؟ قالوا له في الحي وفي الاسكان وفي مأمورية الشهر العقاري ان موضوع ارض سبا باشا ده منتهي من شهر مارس اللي فات. نعم يعني ايه؟ حاجة بيضحك علينا ولا ايه؟ اكيد عنده اسباب اللي تخليه يقعد في اسكندرية غير السبب ده. معلش برضه ما كانش مفروض نبعت حد يفتش وراه، لان لو عرف هيزعل قوي، وانت عارفه الحاج لما بيزعل والعند بيركب دماغه. ما هو لو عرف يا حبيبتي يبقى هيعرف من حد فينا. اكيد مش مننا، لانك عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش ازعله. واكيد برضه مش من طلعت، لانه مش هيحب يزعل. ايوه بس هساله، لازم اساله، لازم اعرف منه ايه الموضوع اللي راح اسكندريه ده، مش عايز نعرفه. شفتي؟ اوعى تتكلم في الموضوع ده ولا كلمه. امال مين اللي هيتكلم؟ انا اللي هتكلم. ولا انت كمان يا سوما بعد اذنك. اي كلام مننا في الموضوع ده الحاج هيعتبره تدخل في قراراته وهيرفضه وهيغضب مننا، وفي حالته دي بقى المساله تبقى خطيره جدا. احنا مش عايزين اللي عندي يوصلنا لحته احنا مش حابينها. الله 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 الله، ده انت بتتكلمي بلهجه اللي عارف حاجه الباقيين ما يعرفوهاش. الحاجه الوحيده اللي انا ممكن ابقى عارفاها انتوا مش عارفينها نفسيه بابا. الحاج صالح الحمولي صاحب الهيلمان والعز والقبهة اللي احنا بنبرطع فيها دي،
وبنتصرف كأننا ورثناها بالفعل وهو مش موجود. فضل يراقب ويتفرج علينا واحنا بنلغيه شوية شوية لحد ما حبسناه في أوضة وسرير. ما صدق لما يلاقي فرصة يطير. يطير ايه ويهرب ايه؟ ايه الهجس ده؟ ابوكي في اسكندرية وعايزنا نروح له بكرة كين ماريوت. وحنروح وحنسمع له ومش حنخلفه. عشان كده انا كنت عايزة اتكلم معاكم، ياريت توافقوني عشان مصلحتنا كلنا. عن اذنكم. يا سومة انا ابتديت اقلق بجد. في ايه؟ يا خبر بفلوس. يوه، ما هي فاتحة دكانتها هي يا عم منعم، بتفجعني عليها ليه؟ طب تصدقي بايه؟ أني فوت عليها النهاردة 3 مرات نلاقي الدكانة مقفولة وهي مش موجودة. ايه مال؟ صحيت لقيت نفس المية هتتفرتك من الصداع، خدت قرصين أسبرين واتخمدت تاني، ولما فوقت جيت فتح. ألف سلام عليك يا حبيبتي، على العموم ده معادي الطبيعي، قومي اتكلي على الله انت بقى عشان ترتاح. لا اصل انخضيت عليك يعني لما ما جيتيش تاخد الجرايد. اي ما كانش فيا حل نمشي خطوتين زياده، بناقص جرايد النهارده مش هي اللي هتملى الخزن. فتكوا بعافية. الله يعافيك، هنفوت عليكي بعد ما نقف. تأنسي يا اختي. نجيب لك دكتور. تعالى هنا بقى لا تفشي همها فيك. همها أني عايز أعرف بقى همها ده أصله إيه وفصله إيه؟ هتستعبط عليا؟ إيش حال ما كنتش أنت اللي مقابل الناس دول وأنت اللي دليتهم عليها هي ومغاور؟ وهي ركبة الهم ليه؟ ده باب دنيا مفتح لها هي وابنها وجيرانها ده باب عز، عز وفخفخة. طب وأنت جالك منين الكلام ده؟ ليه؟ ما عنديش عيون نبحلق بيها ونشوف العربيات اللي بيركبوها؟ بلاش العربيات. أني أصلي قعدت مع وكيل المحامي بتاعهم وجرجرته في الكلام وفهمت منه بقى أن مصلح عبد الستار حسين يبقى هو صالح الحمودي. يخيب يعني كان مغير اسمه لما جه يتجوز المرحومة كريمة؟ لا بقى الحكاية دي عايزة قاعدة. اقعد اقعد بقى كده واحكيه. ها ها وادي قاعدة. شوفي، هو اتجوزها باسمه الحقيقي وبعد ما طفش ربنا فتحها عليه والتجارة ادته من واسع وبقاله اسم تجاري اسمه ايه؟ صالح الحمولي. تسمع عنه؟ ابدا طبعا. ما انت زيك زي كل الخلق اللي عايشين في البدروم، سيالة والانفوشي وجبل نعسة وكل نواحي الفقر والصياع واللبش. ما تعرفوش حاجة عن الناس اللي عايشين في العلالي، الناس الهايلايف. طب وصالح ده بقى من الناس الهاللايف؟ أنا عايز نقولك حاجة. زمان لما كان يقولوا فلان الفلاني ده مليونير كان الناس تتخض، دلوقتي خلاص المليون ده ما بقاش يعمل حاجة. الكلام دلوقتي يقولك فلان الفلاني دوت ملياردير ولا حد يتخض ولا يحصل له أي حاجة. وصالح ده بقى ملياردير؟ طب انزلي كده المنشية وفوتي على أي وكالة كبيرة وقولي صالح الحمولي، شوف هيقولوا لك ايه. حكايه ليها العجب صحيح. طب وريس اتعرف الكلام ده؟ الله اعلم، بس على كل حال هو كان متعشى عندها امبارح وما نظنش يعني انه قال لها، لانه لو كان قال لها ما كانتش هتبقى مهمومه بالشكل ده. بقول لك يا معيد، انت اقرب واحده ليها، انت حبيبتها الروح بالروح، ما تسيبهاش اليومين دول، خليكي جنبها وحوطي عليها. محدش عارف الهطل اللي جاي ده اوله ايه واخره ايه. اه يا اختي ان شاء الله يخليكي عظيمه. كده ارتحتي؟ يا اختي الحمد لله. لما ندى يا خالتي ما تحرمش منك يعني خالتك. بسم الله على ايدك. انما انت يعني لابسه على سنجة 10 كده ليه؟ اصلي بعد اذنك خارج ان شاء الله نحضر خرجتك يا بعيدة. هو انت يا بنت ما حرمتيش من اللي حصل لك؟ حرمت ايه يا خالتي؟ هو حصل ايه؟ قولي لها يا عظيمة. ما هي مش رايحه لا كده ولا كده، ده مشوار شغل. شغل؟ شغل ايه ده العاد؟ حماده جاب لي شغل في محل ادوات كهربائيه كبير قوي في سموحه ورايحه نقابل المدير.
والكلام ده حصل امتى؟ ده احنا ما عداش علينا الا سواد الليل. حصل وانت في الدكانه، جه وقال لي ان الراجل مستنيني النهارده الساعه 5. الولد ده جبلته ايه؟ لو عين يقول لك قابليني تاني بعد اللي جرى. يا خالتي مش هو اللي هيقابلني، انا هقابل الراجل وهو مستنيني هناك. اه وبعد المعرض بقى يقول لك تعالي نضربه بلطه في الشلالات ولا على الكورنيش. لو حصل ساعتها نبقى نفكر ولما نرجع نقول لك. عن اذنك. استني يا بنت. امشي يا بنت امشي امشي. جري ايه يا رزقه؟ انت مالك بس محبكاها قوي كده؟ ما تسيبي البنت تشوف مصلحتها، ولو عملت حاجه ولا شفنا حاجه كده ما عجبتناش نكسر رقبتها. لو النبي انت شايفه كده؟ ما هي بنتي برضه ونخاف عليها. بقول لك ايه يا اختي، انت وبنتك اصطفلوا مع بعض، انا الصداع رجع لي تاني. خدي مانيش عايزه حاجه، روحي اقمري لك باميه بقى ولا بدنجنتين. يا هنيه وعليكي يا رزقه. ايه اختي انت مالك كده؟ بحرك بيتعكر وبيقلب زي البروينزه. انت عاوزه تنامي ليه؟ عشان تصحي على المسا وعفاريت الدنيا كلها تتنطط على وشك؟ قومي، زمان مغاوري والصلاه راجعين عاوزين يتغدوا. هيرجع مغاوري ياكل وينام هنا تاني؟ يا اختي خليها على الله، بكره رجله تخف وشويه شويه يترمي في حضن ابوه. حلوه المايه النهارده قوي يا موغا، ما تيجي نديها غطستين. انيميا ما تعملناش قلق كل شويه، ما احنا كنا لسه بنعومه وانت وشك ازرق. ها وشك ازرق وكان نفسك هينقطع. ماني فوقتي خلاص اهو يا جدع. سيدا انا بنتكلم جد، لازم تتعالج كويس عند دكتور كبير. هما دكاتره الجامعه دول صغيرين؟ دول اساتيز في كليه الطب. وكلام الاساتيز اللي في كليه الطب ايه؟ بيقولوا ان في صمام لازم يتغير، العملية كبيرة ومحتاجة فلوس كتير، يا اما استنى لما يجي عليا الدور في المجاني بعد سنة اتنين تلاتة حسب التسهيل. لا يا نمي ان شاء الله مش هتستنى كتير. ايه يا اخوان، من امتى بنقعدوا على كازينوات؟ هما اللي بيقعدوا على كازينوات احسن مننا في ايه؟ مش العباره برضه انيميا، بس انت عارف يا اخويا مش لوننا يعني. طب بينا. بينا على فين؟ انا طالع من البحر موعوع وعايز ناكل. واني شر واني بنقول هنروح الاوبرا، اني بنقول هنروح عند ابو طاهر الكبابجي نضربه لحمه كتير. ما لقيتش غير ابو طاهر ده جنب غريب الدش لازم. وهو ده المطلوب يا افل. ايدك يا افل. جرايه موجة. انا نفسي في حته ريس مينا. كل بالراحة ومن قدامك وما تغضب. ايوه ايوه كله اللي الخط. اعوذ بالله من الخطف والخطفين. اللي يخطف يبقى ايه؟ يبقى حرامي معفن واستاهل اللي جراله. والحرامي المعفن اللي يستاهل اللي جراله ده يجراله ايه؟ بيفتن على شريكه الندل بعد ما ضربه في فرش ارض لبناني من اللي هو وهيجر معاه البرج. كل الكلام ده عليك انت يا عفش. حلو شغل المقاطيع ده. مين؟ طولياني غريب العز. والله شبابنا طولياني. هو بعينه عرفته ازاي؟ ده غايب من 10 سنين واكتر. مش كانوا قالوا انه مات؟ يا عم فكك دي اشاعات، تلاقيه كان مسجون ولا بتلام له على اي لمه في ايوتها بلد. والله لك وحش يا دحا، كنت فين السنين دي كلها يا جدع؟ ظروف ومشغوليات بعدين نحكوا لك عليها، عايزين نعدوا على ابو طاهر. وماله وقال له واجب. مين العيال دول؟ لا دول شوية عيال صيع، سيبهم في حالهم، يلا بقى عشان نوصلك على اللحمة. أهلا وسهلا، اتفضل يا دحة، حالا الشاي جاي؟ أيوة وجب بس أكلة متينة. الهلا والشفا. الله 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 الله، إيه الهلومة دي؟ أني سايبك كهربائي على القد. أهو طلقيطة من هنا على طلقيطة من هنا وصلتنا للي احنا فيه. ايوه بس البلية لعبت معاك والامور بقت هنجف. كان ممكن تبقى اكتر واكتر لولا طلعولي من تحت الارض. مين دول؟ شوية عيال صيع قطعوا عليا الطريق وشغلولي في الازرق، عملولي خيا ممكن تحدفني اللومان. لا استعجل الشاي وتيجي تحكيلي.
بتقول ايه يا ابن المكنسه؟ ايه يا مغاوري؟ ما تسيب دراعي يا جدع. ما تسيبه يا مغاوري. الله، هو عمل لك ايه بس؟ انتوا ما سمعتوش بيقول ايه دلوقتي؟ لا سمعنا، بيقول ان رزقه لو عرفت ان الطلياني راجع هتزغرط وتعمل فرع. ومعناته ايه ده؟ مالوش غير معنى واحد. انا سمعت من ابويا ان خالتك رزق ليه عند الطلياني طار ومستنيه اليوم اللي تاخده فيه. بالظبط كده، ولولا انه غار بره مصر كان زمانها شربت من دم. خلاص طه خلاص، انا مش عايز نسمع ولا كلمه. لا 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 يا موخ، مش عادتك تهب في اصحابك وتتزربل عليهم بالشكل ده. الظاهر بقى ان الكلام المتنطر اليومين دول في المنطقه صحيح. كلام ايه يا خايب؟ ايه هتمسك فيا وتلوي دراعي تاني يا موخه؟ انت واد نايف. قول انت عرب، انا في كلام بيتقال في المنطقه. بيقولوا ان اهل ابوك ناس متريشين قوي وجايين وجايبين لك ورث كبير قوي معاهم، وده اللي مرعك علينا ومخليك مستاهل القلب. صحيح الكلام ده يا موخه؟ في ايه يا ولد؟ خالتك عظيمه قالت لي الولا ازح على السطح وصحتني من النوم وقالت لي الحق. الحق ايه يما؟ يعني هنرمي نفسي من على السطح؟ انا بس كنت عايز اقعد مع نفسي شويه وخلاص. انت ايه اللي محيرك كده يا ولد؟ بدون حاجه يما. يما انت هتفضل تقول يما على طول يا مجاور؟ وايه اللي هيخليه يبطل نقولها لك؟ يعني صحيح ظهر لي اب، لكن ما ظهرتنيش ام غيرك. يا رزقة بتعيطي، أنا ما بتقش العياط وأنت عارفة ده كويس، خصوصا عياطك أنت. وبعدين إيه هنشوف دي؟ وبعدين أنتوا إيه أصلا اللي خلاكم تسموني مغاوري؟ على اسم سيدك المغاوري. أنت الطول ده جال أمك في المنام وقال لها اللي في بطنك ولد سميه مغاوري. أنا اتخنقت كفاية مغاوري وكفاية رزقة وعظيمة وإدارة ومحمد عبده سالم ده. أنت ولد أنت إيه اللي جرالك؟ أنت اتخبلت. اتخبلت ايه؟ جديدة؟ المخبل اتخبل. زهقت رزقة، زهقت. زهقت من ايه؟ زهقت من ايه؟ بذمتك انت مش زهقانة؟ مش زهقانة من عيش الفقر والنكد اللي احنا عايشين فيه ده؟ أي نزهق من العيش اللي ربنا قسمها لي؟ تتغير ونتغيروا معاها. نقبوا على سطح المية وما نفضلوش غطسانين كده. ولعب في دماغك وقال لك ايه كمان؟ هو مين ده؟ هو في غيره؟ أبويا ما لعبش في دماغي رزقة. أبويا عايزني ألعب معاه. تلعبوا في إن شاء الله. يعني ما عرفتش بالتفصيل، بس كل اللي انا عرفته ان هو عايز يعوضني، وفي نفس التوقيت يعني في التوقيت نفسه اني نساعده كده في خطه عايز يعملها عشان يكفر عن سيئاته وذنوبه، ولما يقابل ربنا يبقى على نضيف. قال لك انه ملياردير. ايه ملياردير؟ معدي المليون. ملياردير؟ لا ما قاليش. انا بقى عبد المنعم الفقري. قال انت بتصدق عبد المنعم الفقري ده مياسه بتاع كلام؟ هو انا ابويا صحيح شكله نضيف ويعني شكله القش معدن معاه، بس ملياردير واسع شويه. واسعة ولا ضيقة؟ حق أمك وحقك لازم تاخده. وحقك يا رزقة، حقك، حق شقاكي وتعبك ومسؤولية اللي شلتيها وربيتك ليا. صحيح انت ربيتيه تربية زبالة، لا نفعت في مدارس ولا اتعلمت آيات وصنعة، لكن برضو ما سبتنيش كده للشارع يلهفني ويجيب داغي، وحوضتي عليا على قد ما قدرتي. على الله يطمر. هتشوفي يعني، بس نعرف القصة ايه؟ ها؟ نعرف راسها من رجليها ونعرف ايه الموضوع كله، وهنوريك اللي تعبك وشقاكي ما راحش حاضر. يوووو يا رزقه، انت هتعدي تاني ليه؟ ما انت كلامك كله صح. فاكره لما قلتي نعزل من ابو نار ونروح عند قريبنا اللي في المنظره؟ ايوه. انت ايه اللي فكرك؟ ايه رايك بقى لو قلت لك انني موافق؟ بعد ايه يا عمر؟ ما خلاص دي تفنين، يعني كنت بنفننها لك كده من خوفي عليك. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان لازم نروح يا رزقه؟ في ايه يا ولد؟ ايه الوقت اللي نخاف عليك يا رزقه؟ عليا يعني؟ من ايه الدلع دي؟ بتقول يعني يا وعجوخ اتحدف علينا تاني من انهي داهيه؟ عشان كده بقى مغاور بيقول لك نعزله ونسيبه السياله، خايف عليك لوحه. ايوا عليك يا رزقه، ما تخلينا يا اختي نقصر الشر ونسيبه هنا. هو احنا لينا ايه غير البيت ده؟ خلاص نبيعه نأجره والمحل شر، بس احنا محلتناش حاجه تانيه. عايزه بعد ما حرمني وفطر قلبي وعيشني سنين سواد نسيب له بيتي وحالي ومحتالي وعزوتي وناسي وحبايبي ونطفش؟ نسوي ايه بعدها في عينيا ولا في عينين الناس؟ ما هو لو تقدري على نفسك ما كناش قلناه. لو تقدري ترمي اللي فات بطول دراعك على المالح وتقولي بخاطره
منه لله وتسيبي حقك لحاكم عادل يجيبهولك. ساعتها مش هنخاف عليكي من نفسك ونقولك. مين يا بكر؟ مين اللي عملها يا اخوي؟ اخدنا على اخوان هارس. مين يا بكر؟ الطلياني. معلش هارس، ربنا مش رايد جوازنك يتم. سامحيني هارس، وما تنسيش ناري. ما نسيتش ولا عمري حننسى. محدش بيقول لك انسي ولا اللي حصل حيتناسى. مفيش واحدة في الدنيا هتنسى فرحتها اللي ضاعت منها قبل دخلتها بثلاث ايام. لا اللي حصل يتناسى ولاني هنقدر نسامح. ايوه عليك يا رزقه، انا اول مرة نحس انك انتي انا ليا وما بتفكريش الا في نفسك وبس. اني انانية ام الصلاة؟ بعد كل ده طلعت تاني انانية وما بنفكرش الا في نفسي؟ ما هو اللي بتقوليه معناه كده مصممة تمشي ورا غلك وتاخد بطارك من ممدوح الطولياني. يعني انت دلوقتي لما تعملي كده مع الطولياني هيقف ساكت كده ويتفرج عليكي؟ هي؟ ولا هيهدها على دماغك ودماغ اللي حواليكي؟ إن ما كنتش خايفة على نفسك، خافي عليه؟ خافي على مغاوري؟ يعني مغاوري دلوقتي مش ممكن يسيبك منك للطولياني. يبقى انت دلوقتي بتجرجري وبتجرسي معاه. هو مغاوري بس؟ مغاوري والصلاة وقدرة بقى. الله، طب ما ديك قلتيها بنفسك وحفظاها يا ام الصلاة وصماها. بس انا اللي مخوفني مش هو اللي مخوفك. اني عارفة اني لا ليا اب يوقفني ولا ليا اخ يسندني ولا اسم الله خلفتي رجالة هيقفوا يضربولي في الشوارع. أني بطولي داني لو الطولياني عملي هنطير. أني ما ينفعش ناخد حقي منه بدراعي. ما نقدرش نقفل ورا حيطة ولا على إمة ونغزه بسكينة زي ما عمل مع بكر في ظهره. عجايب، ما ناوية تعملي فيه إيه؟ اللي ما قدرش القانون يعمله بطريقتي أنا بالعقل. هو مش ربنا مدينا عقل؟ انا هنخوف نفسي ونرعب نفسي ليه؟ انا جامده، انا ربنا معايا. هو مش في نسوان عملت عجايب وقعدت على عروش؟ تكون ايش ناويه تعملي كرباترة؟ مش بيقولوا كده النساء غلب كده الرجال؟ ما قداميش انا الا كده النساء. هتتعيني خلاص، بس هو مديكي مهله كده تاخدي فيها كورس كمبيوتر مكثف، وعلى فكره ده هيبقى تبعهم في المركز برضه. والكورس ده ببلاش؟ هو في حاجه ببلاش النهارده يا ترى؟ الكورس ده ب 1500 جنيه، هتدفعوا كاش ماني يا اما هيتخصموا من مرتبك اول ما تستلم الشغل. بس هتبقي تمضي لهم على ورقه صغيره كده يعني عشان ما تاخديش الكورس وبعدين تسيبيهم. مش عارف، انا مش مستريح. ليه بس؟ ده احنا ما صدقنا الراجل المدير اللي قابلناه ده. بس ايه ماله؟ انت ما شفتش كان بيبص لي من فوق لتحت ازاي؟ ده ما شالش عينه من عليا. بيتهيألك، ولو انه برضه لازم يبص لك ويفحصك كويس. المظهر في الشغلانات اللي زي دي عليه عامل كبير جدا يا دارا. طب وبقى تلميحاته عن لبسي؟ لا ما خدتش بالي. يا سلام، انت ما سمعتوش لما قال لي لو سبتي نفسك اللي لبسك هتبقي ولا نجوم السما؟ طب ما دي عباره عاديه جدا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اي واحده بتشتغل بتتعرض لاي حد يعاكسها. اصل الناس دول يعني بشر مش ملايكه، بس هي بقى اللي بتقدر تتحكم في الموقف، هي اللي تقدر توقف اي حد عن تحدي. عموما انت عارفني، اي حاجة كده ولا كده هنشغل الكعب العالي. هو التاكسي ده رايح على فين؟ ماني اللي قلت له يودينا المعمورة عشان نتفسحوا شوية. تاني يا محمد، ده الحكاية لسه ما برضتش. انت عايزهم يشنقوني؟ لا لا مش هنتأخر، هي ساعة واحدة ونرجع على طول. لا ماليش دعوة، انا مش عايزة نكدب عليهم تاني في البيت. ومين قالك تكدبي؟ قولي لهم الحقيقة. والنبي انت ناوي تشلني على بحر يا اسطى والنبي.
شيش شيش. من امتى الاتيكيت ده؟ من هنا ورايا حضور. والنبي تبقى فاتلك بلاد. حاسب التاكسي واطلع ورايا عشان تشرب الشاي. طب لما رزقها تهب فيا وتسن عليا لسانها. هنخش عنك طب. الحمد لله على السلامة. انت بتبص لي كده ليه؟ انا كنت في مقابلة عشان وظيفة جايبها لي محمد وكان معايا ورجع معايا عشان يوصل. فيها حاجة دي؟ يا بنتي مالك هبيتي فيا كده ليه؟ ده اللي بيقول لك الحمد لله على السلامة. ماني عارفة اللي وراها. ولا وراها ولا قدامها. اتفضلي اطلعي حضري لنا حاجة ناكلها انا ومحمد. يلا بسرعة. وانت حاسب التاكسي. قصة كده. كده 425 يبقى صافي الإيراد كام؟ 715 يا معلمي. جدع على. يا ليلة مطيبة بطين الحاجة عسلية. في ايه يا رجعاو؟ اللبش كله جاي علينا. لبش اللي طولياني. عسلية الفقري حبيبي بتاع زمان. اهلا كفارة طولياني. يعني ما كنتش في اللومان يا رزن. ابعت الصبي بتاعك يجيب لنا طقم زردة في الخمسينة. واني القهوة بتاعتي سكرها شوية. حاضر بس انا علي امر غلة. اتفضلوا على القهوة اشربوا كل اللي انتوا عايزينه على حسابي. بقولك هلا خد المرتجع ده على التريسيكل وروح محطة مصر اديهم ليونس اللقرة. اجري هلا. وجب يا معلم. الرزل هيفضل طول عمره رزل. هدي خلقك يا دحة. الراجل ما غلطش. بلاش منه الشاي والقهوة. نجيب من الاخر. اني تحت امركم. نعم يا باشوات. يا عم بالراحة علينا شوية. احنا ضعفة ومش قدك. يا عم انت اقوى مني ومن اللي خلفوني كمان. بس برضو نعم. حاجة بسيطة قوي. ندخله جوه وتسمعنا اخر الاخبار. اني لا عندي الجزيرة ولا سي ان ان. حلوة فقري. ما بلاش لف ودوران واللون ده معانا. ما ينفعش. ما تجينا في نص الطريق. ايوه انا نجيلكوا في نص الطريق بس انا مش فاهم حكايه الاخبار دي. بالمختصر المفيد انا اول ما وصلت سمعت طراطيش كلام عن تطورات حصلت الولا مغاوري ابن رزق. سالت قالوا لي اصل الموال عندك. ندخله جوه وترسينا وتسمعنا الموال من اوله. تعال يا ابو حميد دردش مع بعض شويه لغايه لما وضبوا لنا لقمه. أني لا عايز أكل ولا بنتعشى من أصله. أني بس حسيت إنك عايز تفتح معايا كلام. خير يا صلاة أني تحت أمرك. إحنا أهل وقرايب أبو حميد صح؟ طبعا. بس أنا وأنت ما كناش أصحاب. ما أعرفش ليه. يمكن أنتوا بيئة موظفين بيوتكم وعاداتكم غيرنا وإحنا ملطوطين أكتر في الحواري بناس تانية وعادات تانية. كل دي مقدمات ملهاش لزوم. أدخل في الموضوع على طول. ولا تحبني نوفر عليك الوقت ونقول لك اللي أنت عايز تسمعه؟ أنا مش عاوز نسمع غير حاجة واحدة بس. أنت ناوي على إيه بالنسبة للإدارة؟ تفتكر أكون ناوي على إيه يا صلاة؟ أنا اللي بنسألك. ولو قلت لك اسألها هي. يعني نروح نسألها نقول لها محمد ناوي على إيه بالنسبة لك؟ بالظبط كده. لأني قلت لها وبدل المرة 10. باختصار يا صلاة أني نواياها واضحة وكل عارفها. أني بنحب أدارة وعايز نتجوزها. طب وإيه المشكلة؟ أني ما عنديش مشكلة. ومرة تانية بنقول لك يا صلاة اسألها هي. لأنني ما بقتش عارف هي نواياها إيه. أنت فتحتها في الجواز؟ أكتر من مرة. كان ردها إيه؟ أهو لسه بنفكر. ما رستش على بر. ازاي الكلام ده؟ ده تهريج وشغل عيال. انا لازم نروح استنى بس. الله هتتخانق معاك وتقلب عليا. هتقول اني اشتكيت لك وبنحرضك عليها صلاة. ما هو كمان ما يصحش المسائل تفضل كده. طب بلاش النهارده. فوت الليله. ها اختار الوقت المناسب كده واتكلم معاها. انت اخوها برضه يا صلاة. انت الوحيد اللي ممكن تقول لك اللي جواها. ما بتردش ليه يا فقري؟ يمكن مش سمعنا ولا مستهيفنا. ساعس ليه قال انت مستهيفنا؟ مستهيفكم ازاي؟ ده انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم جوز درف. هلوم. بعدين المشكله ان انتوا اللي بتسالوا عليه ده مش عندي. انا قلت لكم اللي عندي. بس احنا ما فهمناش حاجه. الناس دول جايلهم ورثه بجد؟ الله اعلم. طب هم قرايبه؟ الله اعلم. رجعنا للاستهبال تاني. على فكره أن نقدر ننطقوك ونخلوك ترطم بالسبعة. طب ما تسألني وين نقول لك؟